السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحر يوسف الصميخ المعتقل مع الرموز بما يسمى جليس الرموز. اعتقلنا في تاريخ 17/3. يمكن الرجوع إلى إفادتي من خلال تقرير بسوني. إفادتي في تقرير بسوني رقم الأولى. اعتقلنا في تاريخ 17/3 من طرف الجيش وأيضا من طرف جهاز الأمن. وكان المسؤول عن الاعتقال الجلاد بدر إبراهيم الغيث. طبعا في اقتحامهم من البيت كان أول ما اقتحموا البيت سيدي إلى غرفة النوم، وكانت زوجتي دون لباس شفاف أو دون لباس النوم، فاقتحموا علينا بسرعة وقاموا بأسلحة رشاشات كانوا عندهم، وضعوا الرشاشات في الرأس، هددونا، كسروا البيت، طلعونا بسرعة، رحنا بيت أستاذ عبد الوهاب حسين، قاموا بضرب أستاذ عبد الوهاب حسين من أول ما اعتقلوه، وصارت الدماء على الباب. بعدها نقلونا إلى منطقة صفراء. شاهدت في صفراء الدكتور السنقيس وابراهيم شريف والشيخ سعيد النوري واستاذ عبد الوهاب حسين واستاذ حسن. بعدها نقلوا استاذ عبد الوهاب حسين الى مستشفى العسكري. الدكتور كانوا يسبونا، كانوا يضربونا، كان يتعاملوننا بقسوه، وكان السب في الائمه وفي ائمه المذهب والسب في المشيمع خصوصا. قاموا بتوقيفي فترة ساعة. أنا كنت معتقل في قضية الشبكة، وكنت مار بتعذيب يعني شكل جنوني، فرجع علي فيلم التعذيب أغمي عليه، جو وجلسوني يعني جلسوني من الإغماء بالضرب. بعدها أغلقوا يدي إلى الخلف، وكان السير الإغلاق كان بسير بلاستيك، عشان قطع السير قطعوا يدي، لا زالت آثاره موجودة هني. صارت الدماء لم يذهبوا به المستشفى. بعدها نقلونا إلى سجن قرين، وكانوا يقولون إحنا وديناكم إلى السعودية، لأن بما أن سجن قرين كان بعيد، مسافته بعيدة، كانوا يهمونا بالسعودية، وكانوا يهددوننا، وكانوا يماسون يمنا الضرب، وكنت أسمع ضرب اللي وياي في الباص، وكان إبراهيم شريف، وكان أسمع ضرب السنقيس، وأسمع ضرب الشيخ سعيد النوري. وقفونا فترة ساعة أو ساعة ونص، أحاطونا بالكلاب، وكانوا يهددوننا، وكنا مصمدين فوق التصميم حاطين لنا خيشة. شلون في سجن غندنامو حاطين لنا خيشة. بعدها نقلونا إلى سجن، كنا خمسة في السجن، العنبر أربعة، وكان سجن انفرادي، كنا خمسة. السجن مساحته متر في مترين، وكان في خمس حجار، كان إبراهيم شريف في حجرة، والدكتور السنقيس في حجرة، والشيخ سعيد النوري في حجرة، والشيخ المحوضر في حجرة، وكان مساحة السجن متر في مترين. أمرونا بالوقوف لفترة 4 ساعات تقريبا، بعدها أمرونا بالجلوس، جاب لنا منامس يسمونه سفنج. احنا المنام السفنج مساحة قليلة، تعرفون ان المساحة مالت الحجرة كان سجن في مترين في متر، كانوا خلونا نقعد على المنام السفنج ويدفقوا علينا ماء بارد، وما كان في منافذ، كان ريحة عتنة، يعني كان لها ريحة عتنة، وكان انواع الحشرات الدش. كان في فتحة بسيطة بس من تحت الباب،
بس فتحة بسيطة من فتح الباب وكان المكان راحت عتل كانوا يدخلوا علينا يبندوا أنفهم وكانوا يضربون ليليا أول ليلة ضربون كاملنا وكنت أسمع ضرب الدكتور السنجيس وكنت أسمع ضرب برئيس من الشيخ سعيد النوري وكنت أسمع ضرب إبراهيم شريف وكنت أسمع ضرب الشيخ المخوضة بعد ليلتين جاءنا مدنيين لابسين مقنعين افتروا على ضرب الجماعة أنا بالذات أمروا بفصل ثيابي وألقوني نوع الساجد وسووا لي حركات كانت مقذرة جدا كان بعد ليلتين جاءنا بكلاب هدوا علينا الكلاب وكانوا يطفون الليتات والكلاب تنبح من تحت الباب يعني في فتحة من الباب كان يمد يده الكلب وإحنا نشوف الزوايا نتغير لأن نبح الكلاب كان جدا مخيف وكان في نص الليل استمر معنا التعذيب والضرب ليليا بمقارب شهرين ظلت في هذه الغرفة مترين في متر تقريبا شهرين وكنت ليليا يسبحون بالماء وأمروا بتسبيح يعني بالسباحة أمرنا بالسباحة بعد 13 يوم وكان المرقد مملل مرقد اسفنج كل ماء كنا ننام على ماء مرقد في ماء وكانوا يجيبوا لنا صور القيادة القيادة السعودية والقيادة البحرينية يأمرونا بالتقبيل ويأمرون بالسلام إليهم وكان ليليا بالضرب وكانوا يتعمدون يجون لي أنا بالذات والشيخ المخوضر يأمرون بسب إبراهيم شريف وكانوا يأمرون إبراهيم شريف بسب نفسه ليليا يأمرون بسب إبراهيم شريف وإبراهيم شريف يسب نفسه وكانوا يعني سب قدر بس كنا بعد نعتذر على إبراهيم شريف كنا نتكلم ما بين الفواصل بين فترة وفترة ونعتذر له في هذا المجال نقلونا بعد شهرين من حالة الانفراد والضرب إلى أمر من خلال القاضي بنقل من الانفرادي نقلونا من الانفرادي الضيق إلى انفرادي وسيع وفي الانفراد الوسيع كنت مع الشيخ المخوضر مع الشيخ محمد حبيب والشيخ المحروس وصلاح الخواجة وكان أستاذ عبد الوهاب حسين وأستاذ حسن فهالفترة كانوا يجون يضربوننا بس كانت ضربهم متقطع مو نفس يوم كنا قبل شهرين ليليا وكنت أسمع ضرب الموجودين كنت أسمع ضرب أستاذ عبد الوهاب حسين وكنت أسمع ضرب مال أستاذ حسين مشيمع وأيضا أسمع ضرب مال شيخ محمد حبيب تعمدوا مع الضرب المبرح له في الليل كنت أسمع هذه أنا حابة نقلها في الليل كنت أسمع صوت رنين بكاء بعد تاريخ 10/6 بالضبط بعد السلامة الوطنية تاريخ 10/6 بالضبط نقلوني أنا شخصيا مع أستاذ حسين شيمة وكنت بعد ليلتين شفت يجلس في الليل صيح فقلت له أستاذ شنو سبب بالضبط هالبكاء الشديد وكنت أسمع صوتك أنا قال خايف أنا أمام الله أني قدمت البسيط لم أقدم لا مع لم أنا قدمت أخايف أمام الله يقول لي أن أنا قدمت البسيط أمام هذا الشعب الذي قدم الكثير
كان الضرب بالشكل يعني كنت أنا أسمع الضرب ضربنا كان بالشكل المتعمد وكانوا يضربوننا والإهانات كانوا يتعمدون إهاناتنا يعني وجود الصور القيادة خاصة يعني وجود الصور القيادة السعودية وجود القيادة الصور القيادة مثل حجرة سجن أستاذ حسن شيمع في كل الغرفة موجود الصور ما في مجال تحط ما في مجال في الطوفة اللي كل فيها صور القيادة السعودية أكثر واحد كانوا يحطون يتعمدون له الإهانات ويتعمدون ضربه كان أستاذ حسن شيمع وكان يرد عليهم في المحكمة أنا سمعت بأدوني يسألها أونه أنت كم بتصير رئيس للجمهورية قال لا أنا بصير خادم للناس يمكن الرجوع أنا حين بختصر بعد أحب أنقل كلمة إلى إبراهيم شريف إبراهيم شريف في آخر أيامه في السجن كان يقول أنا وصلت إلى قناعة أن هذا أن العمل السياسي في البحرين مع الحكومة لا يكفي إلا نرجع أن لابد أن نرجح العمل الممانعة أمام هذه الحكومة يمكن الرجوع إلى إفادتي من خلال تقرير بسيوني الإفادة الأولى وشكرا لكم تداركا للوقت أتمنى من القادمين مساعدة في الاختصار على أساس ما نضغط على الفقرات الجاية الأخ صلاح سلمان عيسى معتقل بتاريخ 29/3/2011